بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الدروس إن شاء الله يكون لنا وقفات مع كتاب الله في آيات تتكلم عن حاجة المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. بالأمس تكلمنا وبدأنا في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كان سبب ذكر هذه الآية لكم بالأمس على أمر مهم لنا جميعا، وهو علو الهمة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان عالي الهمة، وكان يحث صحابته ويحث الأمة على علو الهمة لاستغلال الأوقات فيما ينفع. ولذلك إذا جاءت مواسم الخير مثل هذا الشهر الكريم كان لزاما علينا أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام في اجتهاده وفي عبادته. ولذلك ذكرنا هذه الآية في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بدأنا بصفات أهل التقوى الذين ذكرهم الله في هذه الآية، فجاء في أولها الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه أول صفة لأهل التقوى وتكلمنا عنها بالأمس. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إذن هذه ثلاث صفات: ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فتوقفنا عند هذه الصفة بالأمس. بعدها ذكر الله سبحانه وتعالى الصفة الرابعة، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن هذه الصفة هي صفة أهل التقوى، وهم من يسارع إلى الخيرات ويسارع إلى أعمال البر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. من صفاتهم أنهم ينفقون في السراء والضراء، من صفاتهم أنهم يكظمون الغيظ، من صفاتهم أنهم يعفون عن الناس، من صفاتهم أنهم محسنون. ثم قال: ومن صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذن هذه هي الصفة التي اتصف بها أهل التقوى إذا فعلوا فاحشة. وما من مسلم إلا ويخطئ ويذنب، ولكنه إذا أذنب رجع إلى الله سبحانه وتعالى وتاب من ذنبه. فقال: ذكروا الله. وهذه لا شك أنها صفة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أناس يستخفون من الناس، ولكنهم لا يمكن أن يستخفون من الله، لأن الله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولكن أهل الإيمان إذا حصل منهم ذنب وقد أخفوه عن الناس تذكروا بأن الله مطلع على هذا الفعل وهذا الذنب، فيذكرون الله ثم يرجعون ويتوبون إليه سبحانه. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والظلم هنا يأتي إما بمعنى الشرك كما قال تعالى عندما قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فهنا يأتي بمعنى الشرك، أو ظلموا أنفسهم أي وقعوا في أمر من أمور الشرك.
وأمور الشرك بعض الناس يقول أنه يظن أنه بعيد عن أمور الشرك، والشرك خطره كبير، والله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولذلك مهما يعمل المسلم من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى فإن عمله حابط. ما هو الدليل؟ يعمل هذه العبادات ومع ذلك يكون عمله حابط؟ نعم، الله سبحانه وتعالى حذر نبيه عليه الصلاة والسلام وحذر الرسل من قبل إذا أشركوا فإن عملهم حابط. يقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى في حال أهل الشرك: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هل هناك شرك الآن في وقتنا الحاضر؟ نعم، حصل الشرك. أولئك الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى، يدعو البدوي، يدعو فلان من الناس من الصالحين، نقول: لماذا تدعوه؟ تدعو هذا الرجل الذي ليس له حول ولا قوة، وتترك من بيده الحول والقوة وهو الله سبحانه وتعالى. والله أمرك بأن تدعوه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول: أنني لست بأهل أن أدعو الله مباشرة، هذا تعليلهم. يقول: أنا لست بأهل أن أدعو الله مباشرة، وإنما أجعل واسطة من أجل أن هذه الواسطة هو قريب من الله وهو ولي من أولياء الله. سبحان الله، يتركون من يجيب المضطر إذا دعاه، ويذهبون إلى هذا الشخص الفقير، ولذلك قالوا: ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك حال أولئك الذين يشركون بالله ويتقربون إلى أصحاب القبور بالذبح وبالدعاء وغيره، هذا داخل في الشرك. ولذلك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أي وقعوا في الشرك ذكروا الله، أي تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. الاستغفار أيها الإخوة أمره عظيم، فيه تفريج للهموم، وفيه أيضا سعة للمسلم في كل أمور حياته. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كثير من الناس يحصل له من المشاكل والهموم والغموم مشاكل مع أهله، مع زوجته، مع أولاده، ولكن لا يتنبه إلى الحل وهو الاستغفار. تأتيه ضيقة وضائقة مالية، تأتيه أمور من أمور الدنيا، فتجده يلتجئ إلى فلان وفلان ويشتكي إلى فلان، وتلقاه يشتكي، يتصل بالهاتف، يجلس الساعات الكثيرة يتصل على أصدقائه من أجل أن يرشدوه، أو أيضا يبث همه، يريد أن يخفف عن نفسه. بماذا؟ بالحديث عن هذه المشكلة، وينسى هذا الحديث وينسى هذا الفضل العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار، معنى لزم أي أكثر من الاستغفار، جعل الله له من كل ضيق مخرجا. ضاقت عليك الدنيا يأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى، ضاقت عليك الدنيا في عملك فرج الله لك أيضا. وهذا هو حال المسلم الذي يكثر من الاستغفار، جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ثم قال: ومن كل هم فرجا. إذن يصاب المؤمن بالهم والغم وهذه الهموم والغموم
الذي يفرجها هو الله سبحانه وتعالى، وذلك بفعل السبب وهو الاستغفار، وهو ملازمة الاستغفار. بعض الناس تقول له استغفر ربك يأتيك الفرج، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، قال أنا استغفرت ما جاني الاستغفار. قال من لزم الاستغفار، من أكثر من الاستغفار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إنه تضيق علي الأمور وتضيق علي المسألة فلا أجد لها حلاً، يقول فأكثر من الاستغفار في بيتي وفي سوقي وفي مسجدي حتى يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. فيقول إني لأستغفر أكثر من 1000 مرة، وليس المقصود بذلك العدد، وليس ولكن المقصود هو الإكثار من الاستغفار. أحياناً تحتاج إلى أن يبارك الله سبحانه وتعالى لك في وقتك. كثير من الناس يقول أريد أن أختم القرآن في رمضان ولكن لا أجد بركة في الوقت، نقول إلزم الاستغفار، فبالاستغفار يأتيك الفرج ويأتيك أيضاً البركة في الوقت. فملازمة الاستغفار لا شك أن فيها الخير العظيم، والله سبحانه وتعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ويجعل لكم أنهارا. المقصود أن الاستغفار فيه تفريج الهموم، من أراد الرزق وأراد الوظيفة فعليه بكثرة الاستغفار، من أراد الزوجة وأراد تيسير أموره في الزواج فليكثر من الاستغفار. فعليك أن تلزم الاستغفار في جميع أمور حياتك، وستجد الفرج والتوفيق والهداية وسلامة الصدر بذلك. إذن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ماذا؟ فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعلم بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، هذا يقين، هذه اعتقاد وعبادة، فيجب أن يكون ظنك بالله حسن. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحد أحدكم ما لم يعجل، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. والاستغفار هو نوع من الدعاء بأن يغفر الله لك الذنب، وهذا دعاء، ولذلك على المسلم أن يكثر من الاستغفار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث ما يبين هذا الأمر، فيقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو ليس في دعائه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 1 3. أي دعوة تدعوها، أي دعاء تدعوه، فإن الله يعطيك بها 3 أمور إلا إذا كان هذا الدعاء فيه إثم أو فيه قطيعة رحم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه 3 التي تعطاها إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، قال إما أن يعجل له دعوته، أي يستجاب لك هذه الدعوة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وإما أن يدخرها له في الآخرة، فتكون هذه الدعوة لك رصيد في الآخرة، رصيد في الآخرة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تأتي الموازين الحق يوم القيامة، فيأتي هذا الدعاء الذي دعوت الله به بأي أمر من أمور الدنيا يكون لك يوم الآخرة، يدخره الله لك يوم القيامة. الأمر الثالث وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الحديث، الصحابة لما سمعوا النبي يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 1 3، أي أنك مأجور بمجرد الدعاء فتعطى 1 3. قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام إذا نكثر، قال الله أكثر. قال الله أكثر، أي أكثر من الدعاء وأكثر من الاستغفار. إذن هذا هو الأمر الرابع، وهو المتعلق بهذه الصفة من صفات أهل التقوى، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله،
ثم هناك شرط. ما هو الشرط؟ قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي عدم الإصرار على الذنب. عدم الإصرار على الذنب هذا شرط فيما يتعلق بالتوبة وما يتعلق بمغفرة الذنب، فإن الله يغفر الذنب ما لم يكن في داخلك أنك مصر على هذا الذنب وأنك سوف تستمر على هذا الذنب. إذن هذا هو الشرط: ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما هو الجزاء؟ ما هو الفضل؟ ما هي العطية من الله سبحانه وتعالى لمن يتصف بهذه الصفات؟ قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. إذن هناك عمل يجب على المسلم أن يعمل ويبذل الأسباب. حديثنا أيها الإخوة هو عن علو الهمة، علو الهمة، فصاحب الهمة العالية يتصف بهذه الصفات، يجاهد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هذا أمر عظيم يتعلق بالمسارعة في الخيرات، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أيضا قال الله تعالى فيما يتعلق بالمسارعة والمسابقة ولمن هم أصحاب الهمة العالية، قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت لمن؟ أعدت لمن؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جاء في قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. جاء في سورة الصافات قال الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. ما هو العمل الذي طلب منهم؟ اسمعوا هذه الآيات، وهي قصة مفيدة ومهمة لنا جميعا، وهي تدل على علو الهمة. يقول الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين. هذا شخص يقول: قال قائل منهم إني كان لي قرين، أي لي صاحب. هذا الصاحب ماذا يقول؟ يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. أي يقول لصاحبه: ما لك تقول أنك تصدق بأن هناك بعث يوم القيامة؟ ثم قال: قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ما هي قصة هذه؟ ذكرت هذه القصة عن بني إسرائيل، يقال بأن هناك شريكان، كان شريكان في بني إسرائيل اشتركا في تجارة، فحصل على 6000 دينار، 6000 دينار، فتقاسموها، هذا أخذ 3000 وهذا أخذ 3000، أحدهم مؤمن والآخر كافر. تفرقا ثم اجتمع بعد زمن، فلقي بعضهما بعضا، فسأل ذلك الرجل الكافر المؤمن عن هذا المال، قال: ما صنعت بالمال الذي أخذته؟ فقال: لم أفعل به شيئا. فسأل المؤمن الكافر: ماذا فعلت بالمال الذي أخذته؟ قال: اشتريت به أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا. قال المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. ماذا فعل هذا الرجل؟ يقول: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء أن يصلي. يقول: فلما انصرف أخذ 1000 دينار،
فوضعها بين يديه ثم قال: اللهم إن فلانا، يعني شريكه الكافر، اشترى أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا بألف دينار، اللهم إني اشتريت منك بهذه الألف دينار أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا في الجنة. انظر إلى علو الهمة، لم ينظر إلى صاحبه وقد اشترى الأرض والنخل والثمار والأنهار، ولكن كانت همته أعلى من ذلك، فاشترى من الله بهذه الألف دينار أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا في الجنة، ثم ذهب فقسم هذه الألف دينار على الفقراء والمساكين. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم التقي مرة أخرى، التقى هذا الرجل الكافر مع هذا المؤمن، فسأل الكافر المؤمن: ما صنعت بالمال؟ قال: لا شيء. فسأل المؤمن الكافر: ماذا صنعت بباقي المال الذي عندك؟ يقول له: كانت ضيعتي قد اشتد علي مؤونتها، يقول: فاشتريت رقيقا بألف دينار يقومون بها ويعملون لي في هذه الأرض وفي هذه المزرعة. فقال المؤمن: أو قد فعلت ذلك؟ قال: نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء أن يصلي، ثم قال: اللهم إن فلانا، يعني شريكه الكافر، اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بألف دينار يموت غدا ويتركها، أو يموتون فيتركونه، اللهم إني اشتريت منك بهذه الألف دينار رقيقا في الجنة. ثم أصبح فقسمها في المساكين. قال: ثم مكث ما شاء الله تعالى أن يمكث، ثم التقيا بعد ذلك، التقى الكافر مع المؤمن، فسأل الكافر المؤمن: ماذا فعلت بمالك؟ فقال: لم أفعل بها شيء. وسأل المؤمن الكافر: ماذا فعلت بما بقي عندك من مال؟ قال: إن أمري كله على أتم حال، إلا أن فلانة قد مات عنها زوجها، يقول: فأصدقتها ألف دينار فجاءتني بها ومثلها معها، أي من الجواري. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع هذا المؤمن ثم صلى في الليل ما شاء أن يصلي، فلما انصرف أخذ الألف دينار الباقية التي معه فوضعها بين يديه وقال: اللهم إن فلانا، يعني شريكه الكافر، تزوج زوجة من الزوجات من زوجات الدنيا، يقول: يموت غدا فيتركها، أو تموت فتتركه، اللهم إني أخطب إليك بهذه الألف دينار حوراء عيناء في الجنة. يقول: ثم أصبح فقسمها بين المساكين. لم يبقى معه شيء، لم يبقى معه المال، فأخذ يعمل أجيرا عند الناس. فتذكر صاحبه الكافر وأن عنده مزارع وعنده من المال وعنده من الخير، فذهب إليه، فذهب إلى هذا الرجل، فوجد عنده القصور والحرس، فأراد أن يدخل عليه واستأذن على الدخول إليه فمنع، فقال: إن كان هذا صاحبك انتظر في الخارج ونم هنا إلى الغد، فإذا خرج فأنت تقابله. فخرج عليه من الغد فقابله فعرفه وسلم عليه، ثم سأله: ماذا فعلت بحالك؟ فسأله عن أولا: ماذا صنعت بهذا المال؟ قال: لا تسألني. قال: أخبرني. قال: لا تسأل. قال: فما جاء بك؟ قال: جئت أعمل في أرضك، أعمل معك، فتطعمني، أي يأكل، أي يكون هذا العمل مقابل الطعام فقط، الأكل، وأيضا إذا بليت ثيابي أن تكسوني. فقال له: ولكن أصنع بك أفضل من ذلك، إذا أخبرتني ماذا فعلت بمالك، أين ذهب المال؟ فقال هذا المؤمن: أقرضته. قال: لمن أقرضته؟ قال: أقرضته للمليء الوفي، أي إلى الله،
قال من؟ لم يفهم. قال من؟ قال الله ربي. وكان قد صافحه بيده وقد أمسك بيده، فلما قال له أنه أقرضه إلى الله سحب منه يده، انتزع يده من هذا الرجل وغضب عليه. قال أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي محاسبون يوم القيامة؟ فانطلق الكافر وتركه. فجاء أيضا في الآثر أنه يوم القيامة دخل هذا المؤمن الجنة، يقول فإذا هو يرى أرض ونخل وثمار وأنهار، فيقول لمن هذه؟ فيقال هذه لك، فيقول سبحان الله، أو بلغ من فضل عملي أن أحصل على هذا. ثم رأى الرقيق، ثم رأى أيضا تلك أيضا الحوراء العيناء التي طلبها من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عندما يرى هذا النعيم وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى يتذكر صاحبه، تذكر صاحبه وشريكه الكافر، فيقول اسمعوا الآيات، قال إني كان لي قرين، أي صاحب، يقول أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ يقول يعني هل هناك شيء بعد البعث؟ هل تصدق بالبعث؟ ثم يريه الله شريكه، الله سبحانه وتعالى يريه شريكه في النار وهو في النار. قال تعالى قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى هذا الكافر في سواء الجحيم، فقال له قال تالله إن كدت لتردين، قال تالله إن كدت لتردين، أي تتسبب علي بالهلاك والنار. قال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لمثل هذا العمل، المسابقة في الخيرات، علو الهمة، النظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو خير من الدنيا وما فيها. ولذلك على المسلم أن يبذل الأسباب لكي لا تكون الدنيا في قلبه وإنما تكون في يده، لا يتعلق بهذه الدنيا وليكن تعلقه بالله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك جاء أيضا في هذا المعنى أيضا آيات مهمة للمسلم، عندما قال الله تعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ماذا يتنافس به المتنافسون؟ أهل الهمة العالية الذين ينظرون ما عند الله سبحانه وتعالى. جاء هذا المعنى في هذه الآيات عندما قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار، كلا أولا قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتاب الأبرار في عليين. ما معنى في عليين؟ ما المقصود بعليين؟ عليين أي في العلو، عليين أي درجات عالية في الجنة. ولذلك جاء أيضا في هذا المعنى أيضا أن أهل الجنة يتراءون يوم القيامة، أي أن هناك منازل عالية فوق أيضا درجات أهل الجنة، فهم يتفاوتون. إن أهل الجنة يتراءون أهل عليين، أهل عليين هم في درجة عالية مرتفعة في علو. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة يتراءون أهل عليين كما تراءون الكوكب الدري، يعني ينظرون أهل الجنة إلى أهل عليين كما يتراءى الناس الكواكب في الدنيا في أفق السماء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن أبا بكر وعمر منهم، أي من أهل عليين. قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، قال وما أدراك ما عليون؟
قال كتاب مرقوم. مرقوم أي مختوم، وقد كتب الله فيه حال أهل الأبرار الذين لهم هذه المنزلة العالية في عليين. ثم قال يشهده المقربون، ثم جاءت الأوصاف، قال إن الأبرار لفي نعيم. هو قال أولا في قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار، كتاب الأبرار لفي عليين، ثم قال إن الأبرار لفي نعيم. هذا هو الأجر العظيم لهم، إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك. ثم جاء الشاهد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عندما قال إن كتاب الأبرار أيضا جاء مقابل إن كتاب الفجار، وقال هناك هنا في عليين، وهناك قال في سجين، وهذا يقابل هذا. والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. علينا أن نجاهد أنفسنا من أجل الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يحب أصحاب الهمم العالية. نبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله يحب هذه محبة من الله سبحانه وتعالى لمن؟ أهل الهمة العالية. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفاسفها. إذن الله يحب معالي الأمور. وجاء أيضا في حديث آخر إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق. الأخلاق العالية يحبها الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء في حديث آخر إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق. طيب المحبة هذا ما يترتب عليها؟ جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء يحبه الله هو العمل بما فرضه الله على عباده من الصلاة والزكاة والحج والصيام، هذا أحب شيء. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. انظروا، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، نوافل الأعمال، أي ليس ما افترضه الله عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب وماذا بعد ذلك؟ قال فإذا أحببته، أي إذا أحبك الله، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. انظروا هذا الفضل، يعني عندما تسمع حديث إن الله يحب هذا الأمر فاعلم أنك إذا أحبك الله بعد أن قمت بهذا العمل فإنك تحصل على هذه المنزلة العظيمة، أي تكون هذا الفضل العظيم. ولا شك أن هذا من أفضل الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن تكون همته عالية وأرشد الناس حتى تكون همتهم عالية تعوذ من الكسل، تعود عليه الصلاة والسلام من العجز والكسل. يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. لماذا؟ لأن العجز والكسل لا شك أنهما يسببان للإنسان الفتور وعدم العمل بالطاعات والمنافسة في الخيرات، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. ولذلك أيضا علو الهمة كما جاء في حال ذلك الرجل عندما كانت همته عالية لم يقلد ذلك الكافر بشراء ما اشترى أو تاجر به، بل كانت همته أعلى وأبعد من ذلك، فقد اشترى من الله ماذا؟ اشترى من الله سبحانه وتعالى بهذا المال ما يجده عنده يوم القيامة. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سأل أحدكم فليكثر فإنه يسأل ربه.
بعض الناس يقول أنا أستحي أسأل الله وأكثر، لا، بل إن الله يحب الإلحاح في الدعاء، الله يحب الملح بالدعاء. ولذلك تقول عائشة كما جاء في الحديث: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنه يسأل ربه. أيضا لما يسأل العبد يسأل شيء عظيم، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: وإذا سألتم فاسألوه الفردوس، اسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. انظروا إلى هذه المنزلة، اسألوا الفردوس الأعلى. هذا ممن؟ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، يطلب منا أننا إذا سألنا الله أن نسأله الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى. ولعلنا نقف عند هذا القدر، من عنده سؤال يحضر السؤال للسائل، نبقي بقية الوقت للأسئلة، وغدا إن شاء الله نكمل أيضا ما يتعلق بعلو الهمة. وسوف أذكر لكم حديثا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يقول لأصحابه: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عن خبر عجوز بني إسرائيل، فأخبرهم الخبر. وهذا إن شاء الله غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت نذكر لكم هذا الخبر وما فيه من علو الهمة، والتي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يبذل الأسباب من أجل أن تكون طبعا عنده الهمة العالية في جميع أوقاته، يستغل الأوقات صغير وكبيرها. ولذلك أصحاب علو الهمة نجدهم في هذه الأيام بعضهم يختم القرآن في كل ليلة. ولذلك ذكرت لكم بأن ختم القرآن يحتاج فقط من 8 ساعات إلى 10 ساعات، 10 ساعات للذي يقرأ مترسنا، ولكن الذي يقرأ حدرا فإنه خلال 8 ساعات، أي في ليلة واحدة، يستطيع أن يختم القرآن. وهذا النهي الذي جاء من النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لا تختم القرآن بأقل من 3، هذا يكون هذا في من فيما يتعلق في بقية السنة. أما في أوقات المواسم فإن المسلم يضاعف مثل هذه الأعمال. وعندما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يجهد نفسه بأن يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام، فلا يمكن أن يتدبر القرآن أو أن يخطئ في قراءة القرآن. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.